كويز حمزه عملنا لك كويز وسام، مجموعه من الاسئله جاوبنا من غير ما تفتح دخمه. اكيد جدا ما عنديش. كون احسن لاعب تونسي تو. احسن لاعب تونسي؟ اي احسن لاعب تونسي. وانا ينشط في البطوله التونسيه. اي قاعد نستحضر انا والله. احسن لاعب تونسي. يعني غير بفتش اغنيه بعد قلت مشكله فيش نلوج للاعبي اللي احسن لاعبي تونسي. والله ما عرفتش بصراحه، ما كذبش عليك. اسو بوان صعيبه. اسو بوان صعيبه، ما تلوجت خاطر في الجمعيات. فما حتم لاعبي تونسي باهي؟ مش باهي. آه. احسن لاعبي معناه يتفوق برشا على اللاعبين الاخرين. فماش. خاطر فرد نيفو نحسهم كلنا. باش كنت تعتبر احسن لاعب في تاريخ تونس؟ لا برشا بصراحه من. والله ما مش نسمي لك مش جاوبنا حد سؤال. لا لا تو خاطر نسمي لك برشا. سمي برشا ملاعبيه. اول واحد يجي على بالك شكون؟ برشا ملاعبيه بصراحه، مش سمي طارق دياب، محمد العقربي، جمال الامام، زاد من احسن ملاعبيه اسكندر الصويح، برشا ملاعبيه، زبير بيا، كلهم برشا ملاعبيه. لاعب في بطولات يوسف المساكني، لاعب في بطولاتنا تشوفه قادر ينجح في الاحتراف. هذيك المشكله تو سيدني انت بكري ما لقيتلوش جواب. احسن ملاعبي تو شوف مش ان نعطيك سلام، النيفو طاح برشا في تونس، تاع الشامبيون تاع تونس نتاعنا طاحت برشا. لا بروفوني ما تنجمش تلقى ملاعب اللي معناها تو ينجم يلعب في الاوروب. صحيح. لا بروفوني اللي انت تشوف انت الشامبيونز ليغ والعباد اللي هربت بينا، كسوا فلوس كسوا خدمه كسوا ملاعبيه كسوا معناها برشا حكايات. تشوف انت اليوم احنا ترجي هي اللي قاعده معناها تراهن على البطولات، ليتوال هي موجوده، سي سي ساك تشوف قداش بعيده قداش من عام. النادي الافريقي كيف سميه الجمعيات الاخرين معناها ما عادش تلقى حد شيء. شكون احسن قلب دفاع تو تونسي ولا تونسي؟ تونسي تونسي لا فما هنيد، فما واحد بس يعقوبي والله باهي. باش شكون اقرب لاعب ليك؟ باش صحاب انت ويا جوع؟ لا نيس بوجلبان خاطر 10 مليون في مصر. 10 صحيت هذيك اكثر حاجه. احسن مدرب تونسي توا؟ اي والله بصراحة نشوفك نتاع مستير، نشوف لسعد بريدي هذوما قاعدين يعمل قطر. شوف لسعد جرد. شوف يا اسلام انا نعطيك جمعية فيها برشا مشاكل سيرتو لسعد بريدي. فيهاش ملاعبية اللي خلينا مع كل احترامات الملاعبية نتاع النادي الافريقي اللي هما اللي لعبوا عام مواسم الفاضي وما ثم حد شيء. صحيح. بالافكتيف هذاك بالمشاكل الموجودة فيفا بالهم الازرق وقاعد يعمل في ريزلتا باهية بصراحة لسعد دريدي. انا نشوف اللي هو احسن مدرب. احسن مدرب دربت عنده؟ والله دي كاستيل، مراد محجوب. مدرب عنده فضل عليك؟ فضل عليا والله ما فماش. ده سي مراد محجوب نحبه برشا. ماتش ما تنساهش فينال نتاع سي سي سد الاهلي المصري شامبيونز ليغ هذاك كانت باش تهز برشا ملاعبيه للاوروب وبرشا خاطر كذا تلعب كوب دي موندي كلوب وتهز التيتر هذاك وخاطر نحن جينيراسيون هذيك نتاع ملاعبيه كانت كلها مصلي على النبي. صحيح. بونتو ما تنساهش؟ بونتو ما تنساهش مع ليكيب ناسيونال ضد بوتسوانا بالراس، شت واحده على البار وقتها خاطر دخلنا الدخله نتاعنا كانت خايبه شويه خاسرين واحد بليش ومن بعد ربحنا 3-1 شت واحده على البار وماركيت بونتو بالراس. احلى بونتو سجلته؟ بونتو مزيان. بونتو مزيان والله وقتها زاد مستير قلقتنا في الطيب مهيري كوب بالراس وقتها في دقيقة 100 واش معناها كوب دمي فينال. أقوى جمهور؟ شنو أقوى جمهور؟ أقوى ببليك؟ والله لعبت أنا ضد ببليك. شوف لعبت ضد 100,000. أي 100,000 يا سلام راهم مش ماتش اثنين معناها لعبت في العامين في مصر. أي. يدخلوا 100,000 شطر الأحمر شطر الأبيض معناها كي تدخل دخلة تتفجع. جمهور جماعية يفجع؟ والله جمهور الترجي بصراحة يفجع برشا. انا خاطر لعبنا مره في فينال بطوله عربيه وفينال الشامبيونز ليغ. آه. بصراحه شفت 60,000 ما فهمت شيء. اقرب جمعيه ليك؟ الجمعيات كل هذوما سي سي الترجي الزمالك الرلوي. احسن لاعب في العالم؟ ميسي. واحسن مدرب في العالم؟ مدرب زيدان. كانت هذه لوكويز.